طبعا في كل بيت حيوان أليف مثل الكلب القطو والطيور، فأنا في خاطري أربي كلب، فبما أن أمي مو راضي أن أنا أجيب كلب فأنا راح أرسم. طبعا اللي سأل ليش سويت كذي بالبروش، رسمي كانت نفس اللي عليها غبار شوي، الحين قاعد امسحها بالبروش نفس ما تشوفون هذا هو اللون. ف طبعا خلصنا تقريبا الهايلايت، الحين راح ابتدي بالشيلو اجين اللي هو الاسود، راح اغطي المناطق مع الجري. فيلا وبس، خليك من الفاينل ريزولت.